يمكن الصوره اللي ينقل فيها الميديا والاعلام صوره عكسيه، بالعكس المراه الليبيه متواجده في كل المجالات جنبا الى جنب بجانب الرجل، بل في مواقع كانت تبدا افضل من الرجل. احنا وزيره خارجيه مراه، ما عندناش مشكله، عندنا مكتب دعم وتمكين المراه موجود في عده اماكن وفي جميع الادارات، تكون ماشيه الامور الحمد لله. المراه خاشه في الانتخابات البلديه، عدد خزينة لاباس به 90 مرة من بين القوائم وخاشين في الانتخابات البلدية، حتفوز من واحد من المرأة وتبدا عميد بلدية، شو المشكلة؟ زي الرجل ما فيهاش مشكلة، تشتغل في مجال عمل منصفة للرجل ما فيهاش أي مشكلة، تشتغل في جميع المجالات، دكتورة وممرضة وآنسة ومدرسة وربة بيت في جميع المجالات. عسلامة. عسلامة. ليبي في تونس. ليبي في تونس. يعني في بلادك. في بلادي أكيد. قلت لي أنت تحب تحكي شوية على الأوضاع في ليبيا. إيه الأوضاع في ليبيا تعتبر الأوضاع كويسة على المدة اللي فاتت، في أمن وفي أمان، في نوع من الخروق الأمني، لكن الوضع في تحسن مستمر ومن أفضل إلى أفضل، الأمور المادية أفضل، الأمور المعيشية أفضل، الأمور الآياتية أفضل، وكذلك في تونس، أنا نتردد على تونس أن فيها أمن وأمان وفيها ناس عايشة وتبارك الله لها والأمور مزيانة الحمد لله، وإن شاء الله من تقدم لتقدم. إن شاء الله، وضع المرأة في ليبيا. من أي ناحية؟ من نواحي الكل. وضعها زي الرجل ما فيهاش مشكلة، تشتغل في مجال عمل منصفة للرجل ما فيهاش أي مشكلة، تشتغل في جميع المجالات، دكتورة وممرضة وآنسة ومدرسة وربة بيت في جميع المجالات، يمكن الصورة اللي ينقل فيها الميديا والإعلام صورة عكسية، بالعكس المرأة الليبية متواجدة في كل المجالات جنبا إلى جنب بجانب الرجل، بل في مواقع كانت تبدأ أفضل من الرجل. لكن يقال دوما أن الرجل الليبي هو الذي لا يسمح للمرأة بمشاركته في الحياة الاجتماعية. أبدا، بالعكس احنا نقول الليبيين اكثر ناس هم المراه تقود في البيت، المراه الليبيه من اكثر النساء في الدول العربيه هي اللي تقود في البيت، ديما احنا الراجل هو شنو اموره خارج البيت، امور البيتيه والامور العائليه ديما تدف في ديما تسير فيها المراه. هذا يعني عادي كي تبدا مرتك في الدار هي اللي تسير في امور الدار الكل. الامور الداخليه في البيت ايه طبيعيا، امور الدار هني ما تقول لي حاجه بالبيت بالدار ناقصه حاجه نجيبها من برا، لكن الامور الداخليه البيت تدبير الامور والمحتياجات والنواقص والاولويات هي المراه اللي تدبر امور البيت في كل المناطق اللي بيها ديرة. يعني مثلا لو كان المراه تناقشك في امور الدين او امور السياسه موجوده توهني في المنطقه نتاعي من غريان، في 90 مراه خاشه في الانتخابات البلديه، عدد خزينة لاباس به 90 مرة من بين القوائم وخاشين في الانتخابات البلدية، حتفوز من واحد من المرأة وتبدا عميد بلدية، شو المشكلة؟ أنا وزيرة خارجية مرأة، ما عندناش مشكلة، عندنا مكتب دعم وتمكين المرأة موجود في عدة أماكن وفي جميع الإدارات، تكون ماشية الأمور الحمد لله. هذا معناه يعكس معناها دور المرأة في المجتمع. إيه دورها قلت لك طبيعي جدا جدا، تشتغل إلى رجل جنبا بجانب، كانوا في شنو؟ في موضوع واحد أو في خط وبتوازي واحد. لو لم تكن المرأة في ليبيا لا يكون مجتمع بدون مرأة. لو ما فيش مرأة ما فيش لا يكون موجود ولا أنت موجودة كان ما فيش مرأة. المرأة هي الأساس. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ديما تكلم عن الأم ثلاث مرات وتكلم عن الأب مرة واحدة. احنا طبعا نستشير بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أشاد بالمرأة ثلاث مرات، قال أمي ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. نعمل احنا بالسنة النبوية. شكرا. يعطيك الصحة.